بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي تلاميذ الصف الرابع في مدرسة المناهل الدولية. أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في ربوع مدرستنا الخضراء. وحلقة جديدة من سلسلة التعليم عن بعد تبثها قناة المناهل التعليمية في مادة الرياضيات، ودرس آخر بعنوان مسائل في مساحة المستطيل والمربع. أعزائي التلاميذ، سنقوم اليوم من خلال حلقتنا هذه بحل مسائل متنوعة في مساحة كل من المستطيل والمربع بشكل جديد وممتع، وذلك بعد استعراض سريع لكيفية حساب المساحة وتذكر قوانينها. هيا بنا. هذا الشكل مربع. مساحة المربع تساوي طول الضلع ضرب طول الضلع. وهذا الشكل مستطيل. مساحة المستطيل تساوي الطول ضرب العرض. هذه القوانين التي نستخدمها في حل مسائل مساحة المستطيل والمربع. والآن لنتابع المسائل الآتية. المسألة الأولى، هل أنتم جاهزون يا أحبابي؟ تعالوا معي. في الشكل المجاور مستطيل مساحته 54 سنتيمترا مربعا، طوله 9 سنتيمترات. احسب طول عرضه. إذن لدينا هذا الشكل مستطيل، نعم، طوله 9 ومساحته 54. هل أنتم جاهزون للحل؟ نعم. الحل، لدينا قانون المساحة. مساحة المستطيل تساوي الطول ضرب العرض. نعم، ولكن المساحة موجودة معنا والطول موجود معنا، أما العرض هو ما نريده. أربعة وخمسون تساوي تسعة ضرب العرض. ما العدد الذي أضربه بتسعة فيكون الناتج أربعة وخمسين برأيكم؟ كنا قد أخذناها في درس الضرب. نعم، أحسنتم. العرض يساوي 6 سنتيمترات. 6 سنتيمترات. أحسنتم وإلى الأمام. المسألة الثانية، هيا بنا يا أصدقاء. في الشكل المجاور مربع بجيم دال هي
طول ضلعه 7 سنتيمترات، في داخله مربع. سين عين صاد قاف، مساحته 16 سنتيمترات مربعة. والمطلوب: أولا حساب مساحة المربع ب ج د ه، ثانيا حساب المساحة المحصورة بين المربعين. إذن لدينا مربعان، إحداهما كبير والآخر صغير. الكبير ب ج د ه لدينا طول ضلعه، والصغير س ع ص ق لدينا مساحته. والمطلوب أن نحسب مساحة المربع ب ج د ه الكبير يعني، ومن ثم حساب المساحة المحصورة بين المربعين. لنأتي إلى الحل. سنحسب أولا مساحة المربع ب ج د ه. من المعلوم لدينا أن المربع ب ج د ه لدينا طول ضلعه، هل هذا كاف؟ نعم، هذا يكفينا لحساب مساحته. لماذا؟ لأن قانون حساب المساحة هو مساحة المربع تساوي طول الضلع ضرب طول الضلع. إذن تساوي 7 ضرب 7 وتساوي 49 سنتيمترا مربعا. إذن أصبح لدينا مساحة المربع تساوي 49 سنتيمترا مربعا. والآن سوف ننتقل إلى حساب المساحة المحصورة بين هذين المربعين، أي باللون الوردي. كيف سنحسب هذه المساحة؟ المساحة المحصورة هي عبارة عن مساحة المربع الكبير ناقص مساحة المربع الصغير. إذن المساحة المحصورة تساوي مساحة المربع ب ج د ه ناقص مساحة المربع س ع ص ق. لدينا مساحة المربع ب ج د ه وقد أوجدناها في الطلب السابق، وهي 49 ناقص مساحة المربع س ع ص ق، ولدينا معلومها في المسألة 16، فيصبح لدينا المساحة المحصورة تساوي 33 سنتيمترا مربعا. هيا يا أبطال، ولنأتي معا إلى المسألة الثالثة والأخيرة لهذا اليوم. لدى والد سمير قطعة أرض مربعة الشكل طول ضلعها 80 مترا، بنى عليها منزلا مستطيل الشكل طوله 20 مترا وعرضه 15 مترا، وحظيرة للحيوانات مربعة الشكل طول ضلعها 20 مترا، وأراد أن يستصلح الباقي في الزراعة. والمطلوب: أولا
حساب مساحة قطعة الأرض. ثانياً، حساب مساحة الأرض التي سيستخدمها للزراعة، أي الأرض المتبقية للاستصلاح، أي الأرض المغطاة في العشب هذا. سنبدأ أعزائي بالحل ولننتبه معا إلى خطوات الحل. أولا، حساب مساحة قطعة الأرض. الحل: الأرض مربعة الشكل، إذن مساحتها طول الضلع ضرب طول الضلع. مساحتها إذن تساوي طول الضلع ضرب طول الضلع. كم ضلعها؟ 80 متراً، إذن تساوي 80 ضرب 80. كيف نضرب عددين فيهما أصفار؟ نأخذ الصفرين لوحدهما ونضعهما إلى جانب بعضهما، ثم نضرب الرقمين 8 ضرب 8 تساوي 64 والصفران إلى جانبها، فيصبح الحل 6400 متراً مربعا. إذن مساحة الأرض 6400 متراً مربعا. الأرض كاملة طبعا. ثانيا، حساب مساحة الأرض التي سيستخدمها للزراعة، أي هذه المساحة الخضراء أو المغطاة بالعشب الأخضر. هل المنزل داخل بها؟ لا. وهل الحظيرة داخلة بها؟ لا. إذن كيف سنحسب هذه المساحة؟ الحل: لحساب تلك المساحة يجب أن نحسب المساحة الخضراء في الشكل، وذلك بحساب مساحة كل من المنزل والحظيرة، أي مساحة الأبنية، وإنقاصها من المساحة الكلية، أي مساحة الأبنية تساوي مساحة المنزل مجموع إليها مساحة الحظيرة. المنزل عبارة عن مستطيل، طوله 20، عرضه 15. قانون المساحة أو مساحة المستطيل: الطول ضرب العرض. الطول 20، العرض 15. ومساحة الحظيرة معنا في نص المسألة بأن مساحتها 400 متراً مربعا. 20 ضرب 15 مجموع إليها 400 متراً مربعا. 20 ضرب 15، 2 ضرب 15 يساوي 30 والصفر إلى جانبها، فتصبح 300 مجموع إليها 400، ويصبح الناتج 700 متراً مربعا. إذن مساحة الأبنية المنزل والحظيرة 700 متراً مربعا. الآن سوف نحسب المساحة الخضراء، وذلك بإنقاص هذه المساحة من مساحة الأرض الكلية. مساحة الأرض المزروعة تساوي مساحة الأرض ناقص مساحة الأبنية.
وتساوي 6400 ناقص 700 تساوي 5700 مترا مربعا. إذن المساحة الخضراء تساوي 5700 مترا مربعا. إبداع وتميز. وإلى هنا أحبابي انتهت رحلتنا لهذا اليوم. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بما قدمناه لكم، ومع أمل كبير بلقاء جديد. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.